بسم الله. من اهم المزايا اللي انا شايفها في اوتوكاد 2018 هو تحويل التكست لام تكست، لان ده كان بياخد منه وقت كتير. على سبيل المثال من انسيرت هقول له كومباين تكست، بروح محدد التكست ده كله، كل دول تكست عادي مش ام تكست، وبعد كده اروح دايس بعد ما اخترته وادوس انتر، خلاص بقى كله ام تكست، بقى سهل ان انا اتحكم فيه وما فيش سطر مثلا يحصل ان هو يطلع على سطر تاني، بقى الموضوع اكثر تنظيما في الام تكست.